انا سمعت كذلك يعني مصادري الخاصه جدا جدا قالت لي انه واحد الشخصيه جد مرموقه في الدوله شغل حشمت بك كي لابسه الحجاب. صحيح. صح. ممكن انك تقولي لنا يعني اسم هذه الشخصيه وتقوليها للجمهور. لا خليها تحكي لنا قبل على الـ على الـ الموقف هذا. على الموقف. نعم. ومن بعد هذه الشخصيه هي شخصيه نسويه كانت جات عندي باش نعاونها في واحد الامر هكذا صعب لها بزاف. بعدين انا عاونتها بعلاقاتي وعملت المستحيل باش حققت لها هذاك الامر. ومن بعد جات فرصه باش نسافروا مع بعضنا الى مصر. فطبعا المراه ما تقدرش تما تقول لي ما تروحيش لاني انا اللي كنت سبب في كل اللي صرا وكامل. واحد النهار عيطت لي في التليفون قالت لي انا ماذا بيا نطرح لك سؤال. قلت لها قالت لي علاش لبستي الحجاب؟ قلت لها لبست الحجاب لانه فرض وانا مقتنعه به. قالت لي بصح اون انتيليجونت فام اون بيل فام كيما انت نورمالمون تلبس حجاب. قلت لها بالعكس لا فام انتيليجونت هي تلبس حجاب. بعدين قالت لي بون بصح الشكل شويه وحنا رايحين وحنا يستقبلونا بشكل رسمي وانا رايي واش رايك لو كانت تنحيه كي نروحوا وبعد كي تجي تلبسيه. قلت لها لا سمحي لي انا هذه حاجه ما نديرهاش يعني نلبسو يا نحيه. قالت لي طيب نحيه. قلت لها ولا ما نحيش مستحيل. طيب معليش. بعدين قالت لي طيب نخفوا شويه واش رايك لو كانت ديري كوستيم والخمار ديري هكذا شويه تخرجي شويه لاماش هكا شويه هكا. قلت لها سي تانيولي مدام ما فيش سفر اصلا. اكيد الجمهور والمشاهدين الكرام راهم حابين يعرفوا شكون الشخص. نعرفوني من هذا ما تقوليلناش. نعم. طيب راح نعمل حالي وكانه ما على باليش ونعمل حالي. علاش هكا تضحكي؟ تلميحات ما كانش تلميحات. انا قلت لك راح نعمل حالي وكاني ما على باليش. انت روحك ما على باليش. طيب شنو هي